ثقافية عامة. ناس كتيرة جدا قالت الثورة دي حاجة وهتعدي وموضة وهتعدي، ناس كتيرة قالت لما حصل ده في تونس مصر مش زي تونس، ولما حصل ده في مصر قال لك ليبيا مش زي مصر، وهكذا. وبعد كده دخلنا بقى على أوروبا، حصلت أحداث في لندن ومظاهرات في لندن، حاليا حصلت أحداث في وول ستريت في أمريكا اللي هي طبعا بلد الحريات، وكمان مؤخرا برضو لسه امبارح أقول امبارح برضو في مظاهرات في لندن. هل الربيع العربي زي ما بيسموه أصبح ربيع عالمي؟ هل ما بقاش فيه خوف؟ وهل المظاهرات أو هل الإضراب والتعبير عن الحق ده مجرد عدوى اجتاحت الدنيا كلها، ولا في حاجة فعلا بجد بتتغير؟ ده اللي هعرفه من خلال تحليل كده مظبوط وسياسي جدا من خلال ضيفتنا الأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذة السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. هي يعني موضة ولا حالة ولا ظاهرة زي ما بيقولوا، ولا فعلا احنا بنتغير والعالم بيتغير؟ هي ظاهرة تغير، يعني مفيش حاجة اسمها من التغير. بالظبط. لا، هي حقيقة ان احنا بنتكلم على عالم المجتمعات صعدت فيه، واعتقد ده لحظه نادره ان الوطن العربي يعني يبدا هذه الظاهره، فكره ان المجتمعات تكسر الخوف وتقف امام الدوله وامام النظم التي تعتقد انها فاسده وانها افسدت حياتها السياسيه وحقوقها الاقتصاديه وتطالب حقوقها. فبدات تظهر حاله عامه من التعبير عن عدم الرضا، عن السخط، عن النقد ل أداء الحكومات في مختلف العالم وليس فقط في العالم العربي. طبعا العالم العربي أسوأ حالا بكثير، ولكن حتى في العالم الغرب التي كنا نعتقد أنه إلى حد ما يحيا حياة أفضل، حياة كريمة، هناك أيضا مشاكل كبرى يعاني منها غالبية أفراد المجتمع غير النخبة الاقتصادية اللي في العالم الغربي التي أيضا تستأثر بمعظم الموارد والأموال في هذه الدول. أيضا هناك حالة من عدم العدالة، فكرة أن العدالة أصبحت هي شعار المرحلة، الكل يبحث عن العدالة الاقتصادية سواء من خلال تغيير النظم الفاسدة زي ما عندنا في العالم العربي، أو من خلال المطالبة بتغيير السياسة الاقتصادية اللي موجودة في العالم الغربي. طيب بس هو إيه اللي اتغير؟ طب احنا كده يعني احنا بقالنا كتير كده، احنا بقالنا 10 سنين من يعني تحديدا من ساعة أحداث 11 سبتمبر، والعالم العربي والعالم الأجنبي في مشاكل، اشمعنا يعني؟ يعني اشمعنى كله دلوقتي والله هو التفسير في تفسيرات كتيره، لكن انا في رايي في تفسيرين مع بعض، انه فكره ان المأزق السياسي مع المأزق الاقتصادي، ان احنا امام نظم ثبت فشلها في اداره الحياه الاقتصاديه للدول. في العالم العربي كانت الفساد سياسي واقتصادي، وايضا على فكره في العالم الغربي ايضا فساد اقتصادي وسياسي. يعني فكره تفسير ان الحركات الاحتجاجيه في العالم الغربي هي مجرد حركات لمطالب اقتصاديه، اعتقد انها لابد تكون صوره اوضح. لا، انه في ربط كبير بين انه ده نقد لاداء الديمقراطيه الليبراليه في الغرب. احنا بنتكلم منذ سنوات كمتخصصين في العلوم السياسيه ان احد اهم العناصر السلبيه الموجوده في ديمقراطيه الغرب ان سيطره رؤوس الاموال وجماعات المصلحه على العمليه الانتخابيه، بحيث تاتي في النهايه بحكام لا يمثلون بطبيعه الحال غالبيه شعوبهم. فايضا هي بتعكس ازمه سياسيه وليس فقط ازمه اقتصاديه. في مصر عندنا وفي العالم العربي تم الربط بقى ما بين انه طبعا نتيجه احنا مش نظم اصلا ديمقراطيه والاستبداد كان واضح فيها، فتم بقى الربط بان احنا نفك هذه النظم او نتخلص هذه النظم السلبيه كخطوه لتحسين احوالنا الاقتصاديه. اكيد. طيب حضرتك لفتت نظرنا نقطة مهمة جدا، وهي ان في العالم كانت مش بس فكرة الاحوال الاقتصادية او كده، ولكن كمان فكرة العدالة، وده بنشوفه ان ناس كتيرة جدا من اللي بيتظاهروا، شباب كتير تحتهم من اللي بيتظاهروا، بيبقى ممكن تكون هما مش مضارين خالص من اللي بيحصل، ممكن يكونوا كمان حياتهم الاقتصادية والاجتماعية عالية جدا، ولكنهم بيدافعوا عن حق المساواة الاقتصادية والمساواة في الحياة. هل ده برضو فكرة التعبير عن الرأي دوت، هل ده إن احنا كسرنا حاجز الخوف أو الشباب كسروا حاجز الخوف مش بس في مصر، في العالم العربي، في العالم كله؟ هو الحاجز الخوف اتكسر بمبادرة طبعا من الشباب لأن هم الأكثر حماسة حركة وما إلى ذلك. لكن الملحوظ أنه ما أقدرش أقول أن كل الحركات اللي في العالم دي أو نهضة الشعوب دي كلها قاصرة على فئة الشباب أو فئة العمال أو فئة الطلبة. بنتكلم على فكرة مجتمعات بأكملها على تنوعها بتقوم
وبتطالب بفكرة عامة الجميع متفق عليها زي فكرة العدالة. وأيضا في الغرب انضم ليها فكرة محاربة الحروب، مثلا انضم ليها فكرة، لا ننسى أن 10 سنين مرت الخميس اللي فات على احتلال أمريكا لأفغانستان. فنتكلم أنه فكرة الترابط بين المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية كل مترابط يجعل الناس تقوم عشان ترفض هذه الأوضاع السيئة. هل بيتوقف على أن يعني الحد أو الظاهرة دي عند حد التعبير عن الرأي، ولا بيبقى فيه بعد كده فعلا ردود فعل؟ ردود فعل من أي جانب؟ من الجوانب المسؤولة أو من النظم أو من المعنيين بالشأن، أيا كان موضوع الإضراب يعني أو أي موضوع. هو السمة الرئيسية الحركات دي كلها حركات سلمية، تظاهر، اعتصام، يعني لا مطالبات. بس في لندن ما كانتش حركات سلمية. أقول لك السمة العامة، ولكن في كل حالة تجد إنه تتحول في لحظة ما من سلمية إلى عنيفة نتيجة لعوامل مختلفة، رد فعل النظام، سلوك او مسلك او طريقه التعبير التي يعبر عنها المحتجين، كل دي عوامل بتاثر هل تستمر المسيره سلميه او تتحول الى عنف. وده ايضا ينطبق على الثورات العربيه على فكره في مرحلتنا، نتكلم على مصر وتونس، ها ان هم الى حد ما كانوا ثورات يغلب عليها الطابع السلمي. طبعا مصر كان هناك ايضا فكره العنف الدفاعي وان احنا الثوار بيدافعوا عن نفسهم ضد النظام والبلطجيه، هذا كان، ولكن السمه العامه كانت سلميه. في سوريا واليمن كانت سلمية لحد فترة قصيرة، مع امتداد الوقت وضغط النظم وشدة عنف النظم قد تنقلب الأمور إلى أن تتحول إلى استخدام الوسائل العنيفة. وفي اليمن وأنا في رأيي سوريا واليمن ربما يعتبروا أكثر سلمية من مصر. لما نتكلم هقول عدد الضحايا في سوريا، أيوة أنا هقول لك، أنا بتكلم على مسلك المحتجين، أنا بتكلم على الضحايا ده من نابع من قهر رد الفعل النظام يعني واستخدام النظام العنف بشكل مش مفرط اكثر من مفرط، نتيجه لانه قال مش عايز اكرر مصر وتونس. في ليبيا تحولت الى صراع مسلح ما بين الثوار وبين كتائب القذافي. هنتكلم انه مع مرور الوقت وزياده تصلب النظم ورفضها الانصياع لمطالب الشعب نجد انها ترد بعنف، وبالتالي فكرة الحفاظ على سلمية حركات الشارع ربما تكون إيه محل تهديد. اليمن مؤخرا فقط آخر شهر بدأت تظهر مناوشات بين الجانبين نتيجة لأنه العنف شديد. نتكلم على أن المجتمع، على فكرة المجتمع اليمني مجتمع مسلح، تعرف أن الإحصائية بتقول أن كل يمني نتيجة العرف متسلح بثلاث مسدسات، فأنت متخيل أن طبيعي أن هذا استمر لأشهر طويلة. خلاص بقى واقع حياتي. استمر أشهر طويلة في الشارع بالملايين بالألفات بدون أن يستخدم العنف وهو مسلح. فأنا في رأيي هذه قمة سلمية وتحضر الثورة. ولكن لما شاهدناه مؤخرا هو تغيير نوعي بسبب رد فعل النظام اليمني. لسه سامع قبل ما اجي، معلش انا اسفه طولت في اليمن خالص. بس لسه سامع قبل ما اجي توصيف غريب قوي للرئيس علي عبد الله صالح، بيقول ايه؟ بيقول اللي بيحصل ده انقلاب عسكري. يعني هو الناس بتقول ان ده ثوره شعبيه، هو بيوصفه انه انقلاب عسكري وقاعده واخوان. فانا بتكلم هذا المنطق المهم يعني هذا المنطق يستجيب لمطالبهم بقى. هذا المنطق ما رايه يعني تمام، هذا المنطق المضحك مع استخدام العنف يقلب الامور في مرحله معينه. طيب الثوره الاداريه كانت من اوائل الثورات في التاريخ المعاصر او التاريخ الحديث، وحضرتك كان ليكي دراسه في هذا الموضوع، وانا عايز اعرف راي حضرتك، هل الثوره الايرانيه كانت ثوره دينيه فقط، ولا كان لها طابع تاني او كان لها تاثير تاني كمان او مصدر تاني؟ بص، هي الثوره زي الثوره الايرانيه زي باقي الثورات بتبدا بتلاقي كل الجماعات الوطنيه والسياسيه حول هدف هو اسقاط النظام القديم والمرفوض. تمام. ولكن الثوره الايرانيه يجب ان نقول انه رغم يشارك فيها الشيوعيين والليبراليين والاسلاميين او التيار اللي هو تحت زعامه الفقهاء في ايران، لكن في النهايه ظل التيار الفقهاء هو كان التيار الاقوى. وانعكس ده بعد كده بعد سقوط الشاه بانه الصبغه التي ارادها هذا التيار هي التي استبغى بها النظام السياسي، وده بيجعل دي كانت ثوره لها قياده واضحه، لها ايديولوجيه مهيمنه بجوار ايديولوجيات اخرى ساهمت، ولكن عند فتره معينه بدات هي اللي تقول كيف سيكون النظام السياسي في المرحله القادمه. فكانت ثوره بالايه زي ما يقول الكتاب شوية مرتبطة بالنماذج الأخرى التقليدية بأفكار محددة برؤى محددة بقيادة واضحة يغلب عليها بالطبع الطابع الديني. ولا ننسى أنه إيران مجتمع شيعي، وبالتالي فكرة الدينية الدولة مرتبط أيضا ببعض الملامح الخاصة بالفكر الشيعي اللي بتعلي دايما من الأدوار السياسية من الأدوار الموجودة للفقهاء في المجتمع. فده كان انعكاس طبيعي أيضا لعوامل مختلفة. لكن طبعا الثورات المصرية والتونسية والعربية قدمت نموذج مختلف. نتكلم مجتمع عام بنسميه احنا انتشار السلطة في المجتمع، أصبح المجتمع انتشار القيادة في المجتمع، أصبحت المجتمع نفسها تخوض يقود مطالبه وأفكاره عشان يواجه بيها النظم المستبدة. في دلوقتي برضو كلام كتير جدا على فكرة هل الثورة المصرية كانت
ثورة ولا كانت حركة نجحت، حركة قوية ولكنها نجحت؟ بص الثورة، لأن وعايزين نعرف ايه الاختلاف بصراحة. بص الثورة لها ركيزتين، منتهى الأمانة. ركيز التغيير الجذري اللي بيحصل في المجتمع، والركيزة الثانية عمومية من قام بها، يعني المجتمع الجماهير العريضة قامت بيها. أنا في رأيي المحور الأول إن المجتمع المصري بقى أغلبية قطاعاته شارك في هذه الثورة، فيتحقق فيها هذه المطلب التاني الأولاني، المطلب اللي هو خاص بالتغيير. أنا بقول إن دي عملية مستمرة، إحنا حققنا في رأيي أنا أول خطوة مهمة، ليس الخطوة الأهم ولكن أول خطوة، وهي إسقاط الرئيس مبارك ورموز النظام السابقين. هي خطوة أولى لو إحنا قارناها بفترة ما قبل مبارك، هي خطوة تعتبر لها كبيرة. أهمية كبيرة. لكن ما هيحصل تغيير غير لما نحكم بقى على المرحلة الانتقالية اللي بنعيشها دي، هل هننجح في إسقاط النظام السابق بالكامل ونبني نظام آخر يتوافق عليه الجميع في ديمقراطيته واحترامه للمواطنة وإلى ذلك ولا لا؟ ففكرة أنا أعتقد إن إحنا ما زلنا نقوم بالثورة، ما زلنا في خضم عملية ثورية ممتدة هتقدر تقودنا فعلا هي الى ثورة لم تكتمل، هتقدر تقودنا الى تغيير نظام، تغيير جذري اللي هو الشق الثاني من الثوره، ولا للاسف الشديد كما لا اتوقع وكما لا اتمنى ستكون رده مره اخرى لنيو لوك لنظام قديم، او شكل نظام يستخدم نفس السياسات السابقه ولكن بمنظر جديد ربما اكثر ابهاجا ولكنه في النهايه لا يعبر عن تغيير حقيقي. يعني كلام جامد. لا مش جامد ولا حاجه ولا واقعي، والله ده رأي شخصي من مراقب، تحليل يعني من حد بيراقب الساحة.